لو الحكاية فيها إن فيجو نجح أبو زيد. إيه اللي حصل النهاردة؟ اللي حصل إن سمعنا إن كان فيه بتاع 8 ملثمين دخلوا على الـ على الـ على البنك حاولوا يفتحوا الباب ما عرفوش، رموا مولوتوف وضربوا طلبتين أهلي وجري. في حد اتصاب أو حد؟ لا لا مفيش إصابات، هو بس المدخل بتاع البنك بس. كان في حد وقف له ما حد تعرض له ما هو؟ لا لا مفيش حد. مين اللي طفى البنك أو؟ اتصلوا بالحماية المدنية اللي جت أخرت ولا جت على لا جت على